طب سؤالين انت يعني زي الامتحان الاولاني، فبتوقع انك تكون مرتاحين في الامتحان من درس كويس. ايش؟ ايه حكايتك عن يعني خاص بالعلم اللي عشان ديزاين وسويل وفيديو يعني بشكل او باخر ثلاثه راح يكونوا هلا ممكن سؤال يشمل السويل ويشمل فيديو بس بكم تنسى انه عن التعامل الماضي اللي انا سالته سؤالين من ثلاثه سؤال دكتور عسى في حالة البيرود إذا كان مثلاً في شورت كول إذا إيش الكيل اللي تنحسب مثلاً ولما نستعمل الجيل نفس الشيء بس هلا في مشكلة عملية في الكلام إذا كان إحنا عندنا شورت كول ومش سيمتري نقدر نحسب بس إذا كان عندنا شورت كول ومش أنفسنا أنا بصراحة لو ما عندناش طلاب خليل أنا راح أحلمهم أنا مبسوط كثير من الطلاب خليل أنا عندنا شيء معين بعد شيء ليش كنت مشغول لكن أنا شاعر إن أنا مش مضيعه نفس الوقت مش مضيع إذا استمرت معي أقول كتير كلام كويس بس بدون شك إنه ناس زي باسل ومنتصر من كمالات موجودين معنا قليل مش عارفش إنه معنا باقي الفائدة المرجوة أو إنه طبعاً لا مني يعني يقدر باسل لا مني في ولا أكيد يعني رابطه في المسار أنا شاعر إنه أنا بحاول أمشي بالميزان شيء يعني أمسك الوسط مثلين نص ولذلك إذا بركز على شباب على أهمية الفرضيات لأنه إذا طلعنا من هذا النسق بدون ما نعرف الفرضيات إحنا ما نعرف العلم شغال مشروط كما كيف من زمان لازم تعرف الفرضيات اللي أنت بتحطها وما أمكن تعرف إنه الواقع مش على الفرضيات فبدك آلية لازم تكون أكثر من آلية مختلفة كل واحدة بتقوم على فرضيات مختلفة والنتائج جاي متقارب ولذلك عملنا نعلمكم الخمسة في المية والعشرة في المية والخمسة وعشرين في المية هاي إذا أنت اتكاسلت فيها والله أعلم بدك تقع المشاكل بس إذا عملت جهدك فيها والله أعلم يعني إحنا مهما تعلمنا هاي من أقل شيء بس إحنا شعرنا إياك نعمل وإياك نستعمل أنا بقول لك كيف تعطيها كيف تستعين إياك تسامع؟ أهو صدقوني لو طلب مني كرش لهذيك اللي أصلي إنه ربنا يستر معك كرش ولا كرش مش أقول له يا بنت كرش كيف كيف تصلي ولا ممكن تجي لك الحضر إيش أنت الحضر من بعد في عدة فرضيات بتعرفك بالكرش واحدة منهم مش هلا خلينا نشوف كيف بدنا نحل إحنا إيش الساين فانكشن الساين فانكشن هلا في إذا الملف موجود موجود شو الملف؟ اوبن اي سلاب فلات فريم لا احنا بدنا فلات سلاب الفريم للفريم هو الصايد الصايد احنا طبقناها الفلات كنتكم على الفريم ايش شو هو ما هي الهوم ورك مطلوبه بال على الفريم انا حليتكم اياها من قبل لا لا انا بدي احكي لكم اياها مره كيف لما كنت بدايته الحصة الماضية قلت لي احنا اول ما شفت الدي ان على الدي ولا مجرة ضاع خلص فلات الاسم فلات اذا فلات هي هي فلات اذكركم شباب شو اللي تعلمنا من القصة بس بدنا نحلل شكل تعلمنا احنا دايركت دايركت behavior multiplied by dynamic magnification factor هذا ايش سميناه هذا سميناه response spectrum بايش بالزلازل هذا dynamic magnification factor اسمه response spectrum in earthquake engineering in earthquake engineering فلو حطينا لو افترضنا بالمناسبة يا شباب توقعوا الفاينل هي كان مكافأة لي أهل الشباب أجيب لكم منشآت متنوعة بتتعرض لزلازل مختلفة إشي بيجي بالإكس إشي بيجي بالواي إشي بيجي بإيش بالزد تضعين وقلكم حللوها يعني أنا حابب تخرجوا من الفاينل وحاسين حالكم إنه هالعلم الصغير اللي أخذتهم هالعلم الصغير اللي حطيتهم هالعلم الصغير مكنك إنك تفكر بإيش ببريدجز
في مباني بفوتك تايمز بأي شيء بتحلها بتخافوش. بعطيك خيار انك تحل، بس عمالي انا بوصلك لفكرة انه كيف تتعامل انت مع اي مشكلة. انت عندك استدلت بيني بدور بايش؟ بدعني بتعمل بايش. اذا كانت الفورس اللي انت بتأثر على المشكلة تساوي اف نوت ساين اوميجا نوت في دي اوميجا نوت، بطلع الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور هو عبارة عن واحد على واحد ناقص تي اوميجا نوت على اوميجا ان لكل تربية، اور واحد على واحد ناقص تي ام على تي في الكل تربية. هلا حدا شغل هذا لسه مش مشتغل. قد ايه الساعة تذكرها؟ أربعة بالظبط. شباب الكون متحرك، الكون متحرك ولا ثابت؟ تحرك تحرك. بحكم القوة ولا شيء ثاني؟ فعل ديسبلاسمنت. صار لباسط. لو كان الكون استاتيك بحكم الاستاتيك بيرجع. كون الكون متحرك إذا شو بتحكمه؟ العالم بالي بيرجع يقول لي هذا شيء أنت تقدر تعمله كمصمم، يعني تي إم أنت اللي بتصمم الشيء، يعني مين خلقني؟ ربنا. فعارف تي إم هلا هاي تي اللي جاي من فين؟ من برا. هلا هاي انا ممكن انا اعملها، يعني بعمل انا تفجير بطلع تي اللي بدي اياه، بمسك منطقه بعمل تي اللي بدي اياه، ممكن تيجي من ظاهر انا ما بعرفهاش. هلا اذا اجت من ظاهر انا ما بعرفهاش هاي بتكون زي زلازل انا ما بقدر اتحكم فيها، بس انا بقدر اتحكم فيها واخليها صعبه شوي. احنا بدنا ننظر للظواهر اللي انا ما بقدر اتحكم فيها، او اللي انا بقدر اتحكم او ما بتحكم. إذا تي إن على تي تساوي واحد شو بده ينتج عندي بهالفيها؟ إنفينيتي. هذا شو بنسميه إحنا؟ ريزونانس. حصل 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 في جسر ممكن أنا أجيب لكم من اليوتيوب أو أنتم تفتشوا عليه في اليوتيوب. إجت السينما، شو يعني السينما؟ يعني سرعة بحدود 40 كيلومتر في الساعة 50 كيلومتر في الساعة. فالجسر شو صار؟ يرقص على الأنغام. حتى بالأخير منها. السؤال هل ممكن السيف يرقص على الأنغام؟ آه. إذا كان السيف إذا عملنا إحنا صالة واسعة وعملنا السيف تبعها صالة رئيس بتكون لأنها فليكسبل بيرو تبعها ماله عالي، فممكن يصير الموسيقى على نفس مين؟ على نفس البيرو الصوت. لكن بوضع السلابس الأربع متر بأربع متر مستحيل شغله. مرة فرجيتنا في صالة إسرائيل صفطة كان أحد النظريات إلى إنه إيش؟ ريزونانس. بس هي ما كانت يبوت مشكلة لايف لود كانت صح؟ أنا وش هنظر المشاكل منها اليوبوت والشير ومنها كانوا لاقين شغلات وحاطين شغلات ومنها كانوا سابقين أصوات أصلاً قبل ما تستخدم الصين المنشأة قبل ما المنشأة قبل ما ينهار شباب وقدسية الخشب الحالي هلا الخشب نفس الشيء الخشب بصير إحنا ليش هلا بنحط ناس تحت الطوبار لما نصب ليش؟ شو؟ هلا لما بدك تصب صبة مش بتحط واحد تحت الطوبار لأن لما بيصير يكسر الخشب شو بيصير يعمل؟ بصيح وقف. أنا بذكر مرة كنا بنصب جدار سمعنا صوت الخشب أنا والمالك صوت عالي جدا حتى تبع هذا الرجع يسمع وقف مجرد ما وقفنا صب الباطن كان بادي الخشب ماله يفتح عالجنا المشكلة تعليم الله لو تأخرنا يجوز 10 ثواني كان المنت المظلم على كان الباطن كله في مرة فيش جدار يعني أنت بلاحظ بدل ما اشيك الشماله ينزل حط عليه حمل كبير شو بيصير يصير يفتح خلص وكلاته مسامير بعض يعني لما بدل المسمار يفك والخشبة تكسر هذا بعديها عايز شو تاني مفروض الخشبة لأن هلا هذا هي الستريس لدايما احنا بالستريس لما بتسميك الستريس بتسميك يعني لما بوصل لهون خلص بضلوا ماشي هيك بس وانا بعمل الستريس ما بنزل لأن الحمل بنزل لكن في الطبيعة إذا عملته لود كنترول مش ديسبيسمنت كنترول هيك بيكون شكله وبالستير هيك بيكون شكله يعني فيلير ماله مخيف هلا نرجع له فإذا تي إن على تي بتساوي واحد إنفينيتي هلا إذا تي إن على تي بتساوي زيرو معناته أصبح عندي ستاتيك بيهيفير شو يعني تي إن على تي بتساوي زيرو؟ يعني أنا بقدر أعمل منشأ فيري ريجيد زي الملجأ شباب احنا الملاجئ كيف بيكون عندنا؟ رشد ماشي
لما بيجي زلزال او بيجي صاروخ او بيجي شيء الملاجئ ما بتخاف عليه، خصوصا اذا كانت تحت الارض ولا بتحس بالزلزال حسب او لا معرض اصلا اصلا ويصير زلزال لانه اصلا صيد جوا شيرولز. وحسب معي بسان فرانسيسكو اطلع دخلت عليهم كل مدعو لهم شو اللي حصل، قالوا زلزال، قلت لهم بس انا ضد اصلا صيد ما حسيت شيء. ثاني مره صار زلزال لاحظ بعد سان فرانسيسكو يعني 11 اسبوع كم زلزال صار فيها؟ نعم زلزالين، واحد كنت في المصعد والثاني كنت على المكتب والكل بتطلع علي هيك بضل صوت. يعني لما صار الزلزال وانا قاعد على المكتب فوجئت عرفت شو؟ كل اللي على الطاولات مش سالين على الزلزال، بتطلع علي جاي بتشتغل بوصل شو بدي اتصل. انا ضلتني طبعا قاعد على المكتب كان خوفي مش زي 2004 يعني لما بيصير واحد عنده خبره مع الزلازل خوفه شو بصير؟ بس وقتها يعني اظن دخل شويه خوف في قلبي. فهو اذا عملته مخزن عفوا ملجأ اكيد 100% بس استنى لكن اذا تيم على تيم ساو انفينيتي معناته فيري فليكسبل كان معلق في الهواء تحرك ايش ولا بتحرك. يعني مثلا لما يجي منشأ بهذا الشكل هذا عمود فيري فليكسبل الارض تتحركت بتصير هيك بضل المنشأ واقف وايش بكون مشي المنشأ ضل معك. هذا الكلام شباب بنسميه بيس ايزوليشن شو بنسميه هذا بيعملوه اليابانيين بيعملوه احيانا بالمطارات عندنا في بلادنا مثلا لان بلادنا بتعرض للريح فبصفى بضل ايش نعمل؟ رجل هلا انا بدي اسوي كده احنا وجدنا انه التي ام عندنا في الواي دايركشن قديش بتساوي تبعه 1.04 فانا بدي احط بيريز تي ام بدي احطها 1 سكند وبدي احط تي ام عفوا مش تي 1 سكند تي 1 سكند بدي احط تي بتساوي 0.1 سكند بدي احط تي بتساوي قديش 50 سكند. هلا انتبهوا علي اذا تي بتساوي 50 سكند اذا تي ان على 50 شو بدها تكون؟ قليله جدا قليله جدا اذا قليله جدا معناته بده يكون ايش؟ المربع تقريبا صفر صفر اذا هاي بده تكون ايش؟ ستاتيك. يعني انا حتى ادخل على هذا المبنى ستاتيك المفروض هيك تكون طيب انا بدخل هيك هل دخولي استاتيك ولا لا؟ برضه استاتيك ليش؟ لانه البير الاجزاء قليله جدا من الثانيه. فانا حتى وانا داخل بهذه الطريقه برضه ايش؟ دخولي استاتيك. بيهيفير يعني بمعنى شو يعني الاستاتيك بيهيفير؟ انت بتشوف حالك على براي استاتيك ليش؟ لانك انت وياك الدوره تبعتك هسه شو؟ نعم الدوره تبعتك طويله جدا. لكن واحد غاب عنك وجرب فجاه شو بلاقي عنك؟ تغير معلوم. إذا هلا خلينا التغير اللي يجي على مستوى طويل يعني أنا عديت 5 سنين كل يوم أشاهد حالي ما بلاقيش محل متغير، واحد فات عندي 5 سنين وإجا شو بلاقي تغير؟ عالجة. طب حطينا تي 1 سكند شو بتوقع البيهيفير يكون؟ ريزونانس يعني عالية جدا. حطيته 0.1 سكند طلع 1.1 يعني 10 100 تربيع 100 يعني بده يعطيك ثاني منزل بدنا نشوف هذا الحكي صح ولا لا؟ بدنا نشوف بدنا نحط قوة على السطح فورس باتجاه الواي مقدارها 16 كيلو نيوتن 16 كيلو نيوتن هاي حتعطينا دلتا ستاتيك بدنا تساوي 16 على قيمة الكيلو كيف ليش حسبنا احنا الكيلو 500 وقديش؟ 92 592 هاي بتعطيك 0.0 اظن 27 لو حسبت بدنا نشوف شو بده يصير 0.027 مظبوط تحت قديش طلعت معك؟ لا مظبوط طيب نشوف هاي شو بده يصير هاي بدنا هون بندور ديفاين عفوا هاي عدلنا هاي لا 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 ساين ساين حط عليها 16 اريا بوتس يونيفورم بدي اعمل هلا جاء واي هنحطهم ويب لا طبعا هو الارث طول عمره ما بيجي على السطح الارث بيجي اكسلريشن فين؟ من الارض فاحنا بدنا نشوف يا ترى لو حطينا اكسلريشن الارض بنحصل على نفس النتائج بنشوفها بس اول شيء خلينا نحط ارث جاء واي هي الارث واللود قديش بتضل؟ 16 واحد واحد لانه 16 بده يعطينا واحد الدايركشنز جرافيتي كان ماشي
الصميم هلا احنا قديش بنحط حمل قديش بنضرب 16 كيلو نيوتن صح؟ بنقصوا على الاريا قديش الاريا عندي؟ 4 × 4 = 16 × 16 = 16 × 1 وزي ما حكى اللي هي ايش؟ واي اتجاه الواي قول بليس رقم 11 هلا خلصنا من هذا اللود فاهم ايش هون هون ديفاين في عندنا شيء اسمه فانكشن تايم هيستوري رايحين نتعلم بهذا المسار ريسبونس سبيكتر شو رايحين نتعلم تايم هيستوري هلا اللي ضلوا هدول في مسار اسمه راندوم فايبريشن بيتعامل بنفس الفايبريشن اللي احنا بنحكي عنها لكن ستاتستكس اللي بيكمل بالمستقبل الدكتوراه وكذا بيتعلم شو اسمه باور سبيكترال دنسيتي وشو اسمه ايش ستاتستكس بس احنا هلا بنتعلم تايم هيستوري فاين طبعا التايم هيستوري احنا بدي اياها ساين هلا شباب لما باجي على هاي الصاين بدي اتاكد اول شيء شو بدي بحط صاين مثلا وانا بدي بوينت 1 يعني قديش بدي عندي بوينت 1 فباجي هون بقول انا بدي بوينت 1 هلا بسالني كيف بدك تقسم يعني لو انا هلا بدي اعمل نمبر اوف سايكلز واحد بس 1 سايكل هاي 1 سايكل بسمي سايكل واحد اذا قلت له بوينت 1 سكند بيريود 1 سايكل بسميها هي بس هاي السايكل كم قسم مقسم يعني 20 قسم طيب لو انا قسمتها 8 اقسام بيطلع ايش اذا هاي السايكل ممكن اقسمها على فقرات زمنيه ستيبس رايحين تتعلموا بالفاينايت اللي انا بقسم الشكل لكتل مكانيه ايضا الزمن ممكن اقسمه لفقرات زمنيه زي مش بس مش هاي زمنية هاي مش هاي مش زمنية كده أنا بقول مش هنا إيش هنا مكانية إذا في عندنا مش زمنية شو هنا كمان ولاحظ المش المكانية كل ما زادت أكثر كل ما تكون دقة أعلى والمش الزمنية كل ما زادت أكثر شو تكون دقة فأنا بديش أقسم لواحد أنا شو بدي أقسم لعشرين قسم هلا إذا قسمت 20 قسم قديش بيكون كل قسم عبارة عن بير اللي هو بوينت 1 على 20 طلع على على اول قسم شو اعطاني 0.005 شو يعني 0.005 هي قسمة 0.1 سكند على قد ايش على 20 يعني البير كله 1 سكند قسمته على 20 اعطاني يعني فلو انا رحت هون وجبت على شيء بدي اصل له هون على شيء بدي اصل له هو ال 1 سكند 0.1 سكند هذا شيء 0.1 سكند هلا هذا 0.1 سكند بتقسم زي ما حكينا لكم ل 20 قسم وكل قسم عباره عن 0.1 على 20 يا ترى كم سايكل بدي امشي على المنشار بقدر امشي 100 سايكل 50 سايكل 20 سايكل انا بقرر انا بدي امشي 20 سايكل فصف عندي 20 سايكل كل سايكل سايكل قديش مقسم معنا 20 ف 20 ب 20 قديش صار مقسم معنا 4 استاذ الحين نظر السايكل شو يعني؟ انا طبعا ليش الفتره اللي بضرب فيها الزلزال هو احنا الزلزال اول بيجي السايكل مش صح؟ ماشي بيجي ايركتيك صح؟ وله ديولوجي عدد الدرجه الزلزال لنفرض 30 ثانيه لنفرض 30 ثانيه بدي انا اقسمه يعني لا اذا قسمته كل 0.1 سكند مثلا كان بدي 3 ثواني يعني قديش بدي 3 ثواني على 0.1 يعني قد ايش 30 اذا قسمته على 0.1 300 انا مجرد هلا هون انا شو مفترض انه الفانكشن اللي جاي صح كيف تجي فانكشن صح شباب زي انا بقطع مثلا بايش بالكالكولتر بكون هيك قاعد بقطع عمالها تمشي إلها وزن بس شو عمالها بتعمل؟ الغسالة اللي أنا حاططها عندي في البيت مش عندها إكسنتريك ويت والإكسنتريك ويت كيف بلف؟ سانكير هذا وزن الإكسنتريك ويت اللي بلف سانكير بيعمل قوة دايناميكية على الشكل فأنا بعمل له فايبر عادة بيعملوا تحت الغسالات إيش شو بيمتص إيش؟ الفايبريشن دامبة بيمتص الفايبريشن أنا مفترض إنه حاطط حمل على الجدار هذا الحمل على الجدار شو عماله بيعمل هيك؟ كل مرة 0.1 سكند، كم مرة رايح يهز الجدار؟ 20 مرة، طبعاً لو هزوا 30 الأثر بيكون مختلف عن 20 بس أنا بدي آخذ 20 كم مرة؟ هلا كل ما زاد العدد كل ما كان الريسبونس عالي بعرف الكلام في الصوفية بعض الناس الصوفيين بيعملوا جلسات ذكر بصير مثلاً يقول الله حي الله حي هلا بعد 10 دقائق 15 دقيقة خلص ببطل الإعمال بيعمل هذا على وعي ممكن إنسان طبعا انه يمسك حتى يوقف ستريس از لو لا خلص بصير فعلا احنا بنقول له التهاب وبتوع
تشعر بنشوة رياشية على انت لما تيجي تعمل حركة معينة وعلى قدر معين وعلى قدر معين تقدر لحظة تجاهل شو بتصير كل حركة أكثر من اللي قبلها كل حركة أكثر من قبلها ولا يمكن إنك حدا يمسكك ما بتقدر توقف. فأنا لما بقولوا لك بعد ربع ساعة بتصير بجو ثاني سواء قلت الله حي ولا بعبد الشيطان ولا ايش مكان انت بتصير يعني ما لهاش علاقة بالله حي العلاقة بس شو؟ الحركة الحركة اللي أنت واضح؟ فلذلك كنا لما بيجونا يقولوا لك فبنعملها هنا بيعملوا ذكر مع الله وبالفعل بدخل مرحلة من المراحل بس شو بصير الواحد يعني بشر بنوع من النشوة أنا ما عشت عشرة بس اللي بيحكي عنها ما بس ما بيعيش يعني في الكواس هم ولا زمان هي ولا في الكواس ضغط زمان يعني ايش بس الفريق يحصل شو؟ الامبليتيود بصير يزيد مع الزمن طلع لي يقول الله حي سيد البيل نفس البيل بس الفريق شو قديش بيصير جسمه وسرعة جسمه شو بتصير حتى يعمل الدورة أعلى مع الوقت بطل الدورة بتمنى لو تشوفوا عندهم بنتوا على التلفزيون ممكن إيش يتابعوا الموضوع بطريقة إيش أكثر بس أنا بأكد لك إنه هاي الرياضة موجودة مش بس بعض الفئات الصوفية موجودة في العالم حركات معينة إذا أنت أديتها بتوصلك لمرحلة إيش غير شيء وأيضا إذا أنت استطعت إنك تفرغ دماغك من كل اللي حواليك تصل لمرحلة غير شيء كل هاي المسائل على فكرة شباب بتأثر في الإنسان. هلا أنا عملت 20 سايكل لما إلا إيش لما يطلع وأنا عارف النتيجة اللي قدمتهاش لما تطلع معي. الأمبليتيود خلانا واحد. آه البيئة اللي بدنا نغيره على شو نعمل إحنا هون؟ بدنا نلاقي دي فانكشن وبدنا نلاقي ساين واحد ساين واحد كلهم أمبليتيود واحد ساين واحد بدنا نعمل 1 بليون و20 سايكل بس لاحظوا لما حطيت انا 1 بليون قديش كانت ترتي السايكل 1 على 20 قديش يعني 0.05 هذيك لما كان 0.1 كان 0.005 وهذول 20 سايكل طيب اوكي 20 سايكل طيب ويجي على الثالث اللي هي عباره عن هذه النيو فانكشن 55 انا بحطها ساين 5 ساين صار 50 هاي بتضحك 50 أحطها 20 أنا لاحظ لما حطيت 50 قديش صارت عند البيريو؟ 2.5 أنا بتضحك 20 لاحظ كل 21 سايكل و 20 ستيب هاي بحطه 20 كمان مرة هلا باجي بقول له أنا بدي أعمل هلا لود كيس لود كيس هلا بدي أتعلم شيء هلا بلود كيس مثلا باجي على الأرض هواية هلا وانا قاعد قبل في سكشن هلا لقيت بالكواي كان هو بيعمل ستاتكس هلا شو بتعمل له؟ بنعمله تايم هيستوري بتعمل له ساين ايش؟ الفولوم هلا مجرد ما اجيت ساين انا ما بدي اعمل ستاتيك انا شو بدي اعمل؟ تايم هيستوري ساين تايم هيستوري فباجي بعلم تايم هيستوري وهي اللود باترن اللي هي الكواي الفانكشن اللي انا بدي اياه ساين بوينت 1 ساين بوينت 1 سكيل فاكتور 1 فهلا هو بيجي للارت كواي اللي اصلا كان استدعي بس هلا صار يعرف عليه انه ايش متغير مع الصاين شو السكيل فاكتور السكيل فاكتور هذا لما بكون انا مثلا بشتغل باكسلريشن بالمفترض كان اسمه بالجرافيتي 0.2 جرافيتي فبحط الاسمه سبكترا 0.2 وباجي على السكيل فاكتور شو بحطه 9.8 هلا اكيد بدكم تستخدموه بالزلازل ان شاء الله بعد هذا الفصل لابد نتعلم بالاكسلريشن لانه انا مجرد ما انا علمتكم هاي حطيتها بالاكسلريشن بدخل معكم بالكودات يعني الكودات رايح ادخل معها اما الحصه الجايه بعد الامتحان او ممكن ما باولها او من الصبح بتعتمد كيف الامتحان احتمال كبير ابدا باولها يعني براس ان شاء الله بقدر نعطيكم كمان الاكسلريشن وشو حسب انا استيعاب هلا اذا يجينا على هون باجي على هون قديش الدبل ربع والتايم ستيبس انا عندي 20 سايكل وكل سايكل قديش بنستمر 20 أنا عندي 400 قديش لو تقول تايم ستيب أنا عندي 0.1 مقسمة قديش؟ 10 إذا لو تقول تايم ستيب قديش مقدارها؟ 0.05 هلا هون بحكي لي عن إيش اسمه دامي صفر بعد حطه أنا بدي أحطه صفر بحطها إيش؟ أريح مع الصفر هو عادة ما بيكون صفر بس أنا لأني حليت على صفر بدي أجيب على صفر
بس هو عادة إن إحنا في المنشآت بنحط ويندو فايل يعني ديفولت خلي يعني بتكون ويندو فايل وعادة على فكرة أقل من ويندو فايل بس هو الدامبر زي ما قلت لكم بيجي بتكون أقل من المنشآت من بوينت 2 فلو حتى أخذت بوينت 2 بيكون الماتشر بيجي بالدستين بس إلى أقل في تخفيض الريسبونس أجينا هون أد كوبي أد كوبي أوف سكشن بس هلا بدأ ساين بوينت 1 شو بدأ أحضر له؟ 1 ساين ما بغير التايم هيستوري وما بغير الاركويك بس لا ساين 1 شو بحط؟ ساين 1 الستبس بخلي الاربع مية بس وش بصير عندي؟ 1 على قديش؟ اجبر بعد كل الكيس بصير هذا ساين قديش؟ 50 هي ساين 50 وبنفس الطريقة تغير ساين 1 ساين 50 ولا مودفاي بغير ال 50 على 20 بعطي جدا بالسنة بقول اوكي كمان مرة اوكي وبعمل رن هلا هون اعطاني الايرثكويك واي اللي هو الستيك قديش اعطاني الديسبيسمنت؟ اعطاني اياها 0.027 مش اعطاني اياها 0.027 هلا لاحظ باش على هون هلا 0.027 بس اصلا ايش بتعطيني؟ صفر يعني لو قسمتها على 10 تقريبا صفر طلع على الجهه الثانيه اللي باجي معاها ولا الصبيح شو بفهم شيء بداخل صاير بوينت 1 واخذ الانفر تبغى بداخل 20 يعني اكبر شيء بطلع لا تغير النقطه بطلع على قيمتها بلاحظ قيمتها بدال بوينت او في السنه شو اصبح بوينت او او يعني ايش نزلت للعشر فتقريبا يعني تقريبا زيرو يعني انا مصمم ان اخذ ليش ل 12 كيلو نيوتن متر مثلاً 12 كيلو نيوتن متر يصير 1.2 كيلو نيوتن متر عشان يجي ستيل طيب أنا بدي أعمل إيش لواحد أو لستيل شو بدي فهم شيء بس بدي أعمل هذا لواحد ساين واحد ولا أوكي أفرض رقم كبير طبعا هون هذا شو وإذا رقم طالع عندي 58587 يعني أنا مصمم ل 27 مش صار ب 270 مش صار ب 540 يعني اكثر من 20 ضعف بالمناسبه لو ال 20 سايكل عملتها 30 سايكل الرقم 50 لعملتها 40 زي ما حكيت لكم من ناحيه ايش؟ فهون مستحيل مش عارف يعني اي فاكتور اوف سيف كانت تكون عندها اقل من 2 بس هون مطلوب في فوق ال 20 طبعا اخر شيء اللي هو السبير شو ديفرنشال هذا صنعت ليش؟ استاتيك المفروض بعطينا حمالة بوينت أوتو سبعة يعني بوينت أوتو سبعة يعني ايش؟ هلا شباب الاستفزاز بتروح من فوق ولا من الغرب؟ من الغرب هلا إذا كان الكتلة عندي 16 طن قديش الأكسلريشن اللي عندي 16 كيلو نيوتن؟ حسب الزوم الاف يساوي ام في ايه؟ عايز الزون ما بحكي على زون انا ما بحكي زون ما بفكروش شيء زون انا بفكر انا حطيت على السطح 16 كيلو نيوتن صح؟ حتى اعمل طول 16 كيلو نيوتن نتيجه الاكسلريشن قديش لازم الاكسلريشن جي يكون؟ جي واحد في 16 طن شو بعطيني؟ 16 كيلو نيوتن فانا شو مش بتعمل واحد بدي اشيل هاي عشان يحمل مش يعني عشان حتى بين الكمبيوتر بعد ولا بلاش ولا هلا اساين اريا لودز يونيفورم انا بدي احط كيف بقوي ايش بطلعوا ديليت زيرو هلا بدي اس اتجاه الواي باي اتجاه ولا له زيرو ما فيش عندي فلو هلا يعني لو طلعت هون انا ما في عندي اي لودز ما فيش عندي لودز طبعا ده عرض فرص بوز هلا كل اللي بدي اعمله هون اقول له ديفاين لود كيسز
واجي مثلا للبوينت من هذا ولا اكوي بلود كيس اكوي بلود كيس واجي مثلا لبوينت 1 هيك وهون اقول لها بدي اياها ايش اكسلريشن اكسلريشن باتجاه يو 2 ليش يو 2 لانه يو 1 اكس يو 2 قديش واي وبختار ايش عندي انا الساين بوينت 1 والواحد والفاي هلا ليش واحد لانه انا حاطط ايش بيزو 1 متر بير سكند سكوير بعطيه 16 كيلو هلا لو حطيت هون 2 شو بدي اعطيه هون؟ لان انا بكل الساين بعرف ماجنيتود واحد هلا هون حطيت انا عرفت بغير شيء شو هون ونفس الشيء بقدر انا اجي على ساين ال1 وانا اكتب ابرود كيس واقول انا بدي اياها اكسلريشن ماشي يو 2 يو 2 واجي على هذا الشكل هذا اقول اكتب الادرس واجي على هذا الشكل اكسلريشن وبدي يو 2 وبدي ساين 50 طبعاً لكلكم رايحين بتقولوا لي فيش شيء في الدنيا اسمه ايش؟ اسمه صنم كزلزال بدهم يحط زلزال حقيقي فعلا هلا لاحظ هون الاف واي لانه انا قلت الامل قديش مقاربه؟ صفر صفر ولو رحنا على ديسبير شو ديفرنت شيب بدال الاف واي هذول ساين بوينت 1 اللي كنا نحطها ساين بوينت 1 بدي اعطينا صفر ليش بدي اعطينا صفر؟ لأن الأرثويك شملت أنا فيها شلت يعني شلت الحمل فبعطيني صفر إذا شو كان بدأت وقع يحصل لما حطيت أكسلريشن فلو جيت أنا قلت له على ديسبير شو فورسز شو عشان تلفون جيب وأجي الآن أكسلريشن اللي هي كانت عبارة عن ساين بوينت 1 اللي هي أكسلريشن أقول له أنا بدي انفلوب أوكي أوكي هلا البوينت 1 شو متوقع بدي أعطيه زيرو عشر يعني عشر القيمة فباجي على نقطة الله ده زوم المفروض بدون زوم طيب شوف نعمل زوم نظبط الموضوع ده بين الزوم هاي. لا لا عليها زائد اللي بقيت عليها قبل اللي عليها هاي اه هاي برضه تخيل بتكبر اوكي المشكله انه مش بعلم بشكل عكسي في دائره لازم نعملها فين الدائره تبعت الزوم اول واحده من فوق هاي ايوه هاي ايوه لو كبرنا برضه مش راح تكون مش الكورن مش مش الزوم او الكورن مش بدنا نحط بدنا نحط شو اسمه ليبلز احط ليبلز للجوينتس الجوينتس ليبلز احط هون ديسبلير شو عندي هون شو انا بدي اطلع على جوينت فباجي بقول له هون ديسبلير شو ليبلز جوينت ديسبليسمنتس جوينت ديسبليسمنتس سيلكت لو كيسز كل الحالات معدنية. ما هذا. سنسر. أو خلاص. لا طبعا كلهم جدول. هلا شو شو لاحظ معي؟ طبعا. حاطط لهم كلهم. هذا الأصل لا بدي أعلم بس اثنين. هذا إذا ضيع ضيع اللي عليه. من هذه شو؟ لوكيس. طيب. ما حشر واحد واحد. على الشاشة الثانية على الدور مش هون. تمام؟ الله يرضى عليك. شاطرنا. بوينت او تقريبا نفس. تعكس ده. ده جل وعلا ديسبير. شو اللي فانشيل؟ بس أنا إيش؟ الواحد. اللي بيعمل الزوم.
هذه ايش؟ نفس الرقم تقول نفس الرقم افلات لانه الوزن 16 و30 عندك الرقم بدي اصير شوف فهم الشيء حتى 16 حسبناها من 16 بس وقتها من 16 لانه الكتله 16.3 هي ساين 15 وهي اوكي بعدها لازم اعطي الستاتيك ريسبونس بوينت او تو ايت ايش في المانوال كنا نسمي الناس ايش كنا نحكي مثلا بس الاعمال لانه هلا اللي حاصل عمال بالسابع منافس ايش السابع حسبها كله هلا شوف المنطق انه هذا عباره عن سبب بين تو جوينت صح فكل مباراه راح تاخذها بين الباب السعود هذا بده يتقسم بين مين بين السقف هذا والسقف اللي تحت الارض سقف شكله الارض ما تكون ايش فعمود بين سقفين لازم يصير فوق ويصير تحت يعني هلا شو بيعمل سال ما بيشتغل زي ما احنا بنشتغل لمبه سال بيشتغل شو اسمه كونسيستنت باس ابروتش تاخذوه بفرعين يعني ماس ستيفنس ماتريكس في سال مش عباره عن دياجونال دياجونال هيك هيك وهيك هون 0 لا الماس في قيمه هون في قيمه هون في قيمه هون في خطا هذا ماس ماتريكس فبتاخذوها فيها ايش؟ بعرفش اذا بصير في المجال تاخذ ماتريكس مش عارف الدايناميك ناخذ فكره عنها بس اخذتها هي شو الكونسيستنت ماس ابروتش الكونسيستنت ماس ابروتش بيكون عندك مش النص ومش الكل يكون موزعين عليهم فشو بيعمل سار انت بس اشتغل على النص ونعمل وزن وعدد الكتله تقليل كثير هلا لازم كلنا نتفق شباب انه الزلزال مش صح خلاص انا مش عايش زلزال حقيقي هلا كيف بجيب زلزال حقيقي تايم هيستوري هلا بلا هيك انا بعمل هيك اوكي التايم هيستوري التايم هيستوري بعطيك كير للتغير من الاول للاخير كير الريسبونس فيكتور بعطيك الماكسيمم يعني الريسبونس فيكتور بعطيك واحد كنت انا هون احط دائما انفر شو يعني انفر يعني على قيم الريسبونس فيكتور انا هون بعطيك ايش على قيم انت جايب جايب الريسبونس بس هلا لاحظ الاصل ايش الزلزال ضرب هيك صح؟ نفس الزلزال هذا اللي انا سجلته قبل في المشكله السؤال هل يمكن ان الزلزال يكرر حاله في اي مكان منطقه جوابه يعني الزلزال لما بيضرب بمنطقه ثاني مره لما بيضرب شو بيكون مختلف عن الاولى طبعا كيف بدي اصل لها فشوف شو المشاكل اللي عندها اول مشكله انه هذا الزلزال بده يجي باكس ولا بواي ولا بده يجي بزد ولا بده يجي باكس مع واي هذا السؤال ما حدش بيقدر يجاوبه على طول الجانب الثاني هل ممكن الزلزال يكرر نفسه جواب مستحيل لأن الزلزال عبارة عن كل شغلات في التايم هيستوري فريكونسي ماجنيتيود وديوريشن هذول الثلاثة مستحيل يكونوا زلزال حتى بنفس المكان فكونهم هذول الثلاثة متغيرين معناته كل ما أقدر أجيب ست أو ثمان زلازل زي الدنيا وأضرب فيهم كم شخص أصمم منهم التلاميذ فأفضل طريقة للتصميم إنه أنا أعمل لي إيش ستة أو ثمان زلازل قادمين وأصمم على المشاهد ستة زلازل يعني بدي اعدل ولكن احضر ولكن يطلع لكن بامريكا بجيب ولكن امريكي وبجيب ولكن مسلم وبجيب ولكن اوروبي بحطهم بالحلب كلهم دربوا شو دربوا؟ الولاكن الامريكي بدربوا يكونوا في بوكسات الروس بدربوا في بوكسات انا هذا المنشا بدي اجيب له زلزال من امريكا وزلزال من روسيا وزلزال من كذا وبحضره واصمم لاعلى قوه بده يتاثر فيها المنشا فكيف بدي اجيب زلزال؟ بروح على شو قالوا هون شو قالوا هون ديفاين مين دول فانكشنز ولا ديفاين هيستوري هاي تايم هيستوري قالوا بدي اياها فروم فايل فروم فايل ولا تبدو فانكشن برجع على براوز هاي براوز وبقول له ادخل على شو اسمه تايم هيستوري فانكشنز ظاهر ما صار شيء معي فبرجع على هون عايز شو بعمل أول all files extension طبعا star star اوكي بطلع من شو بيمثلوا هدول؟ بيمثلوا زلازل في اماكن مختلفه منها هذا اللي قدامكم اللي هو اسمه اريا 06 هذا اول استئذان تم قياسه في منطقه اسمها السنترو في منطقه شو اسمها؟ السنترو هلا اللي عاملين سابعا منكم هون شغله احسن شو خداع يعني لما هون شو مكتوب عندك السنترو صح؟ اللي بيستخدم هذا السنترو بعطيه شغل بلف مضمون
يعني دول بعد ما قلت مثلا اضرب الانشاء بزلزال السنترو مش تستخدم هذا ملف مطلوب بزلزال السنترو واحد اري 06 لاحظ في عندك واحد في عندك اثنين في عندك زد مش يعني واحد في عندك زد بتحط جهاز بقيس بعد الاتجاه وبقيس بعد الاتجاه وبقيس بالفيرتيكال دامج بعطيك كم قياسة فلو انا اخذت القياس مثلا الاولاني قلت له اوكي بشكل لي وقت بدخله بدي اشوف فيو فايلز وقال له هيك ديسبلاي جراف بتلاحظوا في البدايه شو في عندي انا كومبليت دعم هلا لو اجى واحد منكم بده يصحي اخوه الصغير او امه بدها تصحيها تيجي امه بتعمل له هيك بس يمه اسم الله عليك اسم الله عليك وزي الانسان الجهاز الجهاز لما بيجي الزلزال بيموت خوف في البدايه شو بده يقول له اسم الله عليك شو يعني اسم الله عليك يعني بدنا نلغي هذول النقطتين كيف نلغيهم؟ طبعا يا شباب لو دخلنا احنا ونحط لنا فيو فايل شو بكتب بالفيو فايل؟ بقول لك انه هذا الفايل عباره عن 3900 نقطه يعني بحدود 4000 نقطه الاكسلريشن داتا ايكوال سبيس داتا قديش؟ 0.01 سكند واليونتزيشن دو سنتيمتر بالوات تبع اليونت بعطيك اياها سنتيمتر بالوات سكند سفر لو عديتها كم داتا عندك بتحط الواحد 1 2 3 4 5 6 وهي بصراحه 7 و8 المفروض صار لك عارفين على نفس الخط بس هي مش ظاهره على نفس الخط بس هي الاصل بهذا الملف صار عارفين على خط واحد فاحنا هون بنروح بنرجع لهون دز لو كبرنا شيء ممكن اذا كبرته هيك صار كله على خط واحد ثاني خط صار لا 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 ما ظبطوش كيف ارجع على هاي نفس شو عمل تسهيل التكبيره تصغير التكبيره هاي ايوه نفس هلا خلص معنا تفضل هاي هلا لهي هلا باجي مش بقول قديش نقدر نايس تسهيل بقول اول خطين بدي اشيلهم اول سطرين اول سطرين كل سطر قديش فيهم نمبر اوف كاركترز 8 كاركترز نمبر اوف بوينتس 8 بوينتس لو هلا حطيته هون ستيك اب صار هذا مش صحيح بس لاحظوا قبل شوي كان في البدايه ما عطي شغله اساسا شو تيجي لك صحيح كيف كذا كذا شوف اسم الله عليك اسم الله تفضل فهلا احنا شو عندنا الجهاز اسم الله عليك اسم الله طب طبطبنا على المنشأ لها اثر يعني شيء يميز الزلزال على اي منشأ على اي منشأ قصدي يعني انه مره واحده ولا لا هذا لانه جهاز صغير يعني مو تخوف اما المنشأ ما شاء الله جهاز حالي شو رقم 8 ايش؟ رقم 8 عدد الخطوط اللي موجوده في السطر لاحظ شو مكتوب عليه نمبر بوينتس بير لاين يعني الخطوط اللي موجوده كم رقم قرات لك انا في السطر الواحد 8 خطوط لقيت لك 16 خطوط انقلت 16 بقول لك قراءات خاطئه يعني فتخيل يعني رده فعلك انت وقت ما بتصحي كريسبر بتفعل صحيح يعني حتى تعمل هيك المفروض على العيون غير ذكي فالجهاز في البدايه ما بتحط قياس صحيح بقول لكم شباب اي شيء في البدايه ما بتكون صح يعني بدك اول شيء زي بدك تلعب رياضه بدك اول شيء تعمل يريح بدك تلعب رياضه واضح هلا اذا فهمنا هذا الحكي نيجي هلا وانا بحط الله هذا عباره عن اكسل عباره عن شو؟ السنترو بيجوا من الوقت فاليوز اوف ايكوال انترفال قديش حط لي اياها 0.05 حد بيتذكر قديش كانت 0.01 بحط هون 0.01 باجي بعد بحط النقطة وهي رسمت النقطة باجي انا هون بعمل ديفاين لود كيس لود كيسز اي وحدة من هدول يعني بقدر اقول لهم اد كوبي اوف لود كيس هاي بدي اقول انا بدي السنترو تمام اكسلريشن اتجاه يوتيوب بس مين الفانكشن؟ السنترو قديش السكيل فاكتور؟ انا الملف عمال بعطيني الاكسلريشن سنتيمتر لايش؟ سنتيمتر انا هون الوحدات عندي ايش؟ متر اذا السنتيمتر بدي احوله لمتر شو بقول له؟ بوينت اوفر تعمل هلا البوينت اوفر بتحوله من سنتيمتر لايش؟ لمتر بكل سكند بعطيني الاكسلريشن بس
كله بدفاع. هلا قديش عند الطلقات؟ 3900 ولا عند 4000؟ قديش التايم ستيب اللي عباره عن مين؟ عن بوينت او دابين. دابين انا كان عندي 5% بدخل مش بقول له عندي 5%. راح يعمل للمودل. راح يعمل للمودل. للمودل باي ديفولت. هلا لاحظ شو عمل باي للمودل باي ديفولت. أنا بيش بقول له أنا ما طلب مثلاً. وقال لي بس ديم. شو بيفهم شيء. أي لاند سنترو. وأي الانفلوب. بعطيني إنه هذا كان في الباكس نفسه. في وقتين. راح أعمل. اسمع حلت المشكله استير شيل فون شيل انسد ليش عم بقول لك انه هو يكون على شباب انا هذا بدي اطلع عليك بعد الاستوديو كثير شو بيعملوا انه هذا المستر شوف شو بيعملوا بيحددوا نقطه وهي اللي بقى بعلمكم اياها بعدين معلمك لما تعيرك مشكله ليه مثلا بس الجو بيكسر هي 1 بوينت باجي اقول لك في انا شورت نوت فانكشنز شو ايش؟ ريسبونس سبيكترم فانكشن هذاك الدوت فانكشنز يكون ببقى ايش؟ بعلمكم اياها لاحقا. هلا باجي هون انا بدي الزلزال ايش؟ السنتر. شو الاوبشنز؟ الابسسه بدك اياها لوك ولا ارثمتيك؟ انا مثلا بدي ارثمتيك. او لوك. الاوردن شو بدك اياها؟ ارثمتيك ولا لوك بتحدد. يعني خلينا ناخذ ارثمتيك ايش؟ شو هذا الابسسه؟ الابسسه هو الخط الافقي والاوردن هو الخط العمودي. يعني بدك ترسم لوك سكيل ولا ارثمتيك سكيل. فالابسس هو الخط الافقي والاوردر هو مين؟ الخط العمودي. بعدين برجع للاكسس بقول له هلا في شو في شيء طلع جديد قدامكم اللي هو اسمه ابسودو اكسلريشن وابسودو فيلوسيتي. البي يعني شو بتعني؟ ابسودو. كل العلم ده بالزلازل يا شباب ابسودو علم زلازل. هلا كل علم الغرب امام خصائص العلم في القران سبب. هلا العلم الزائف عندهم هو العلم اللي ما في خمس خصائص شو بسموه؟ علم زائد يعني العلم الطاهر انك انت بتعمل تجارب بتشوف النتيجه في التجربه لو علمت التجربه بتحصل على نفس النتيجه بتقدر تفسر النتيجه بتقدر تتنبأ بالغيب وعلمك قاصر شو يعني علمك قاصر؟ قائم على فرضيات وعارف القاصر الغرب بقول لك اذا في علم ما فيه خمس خصائص يعني واحد بيعتقد انه علمه كذا من قد علم من قال قد علمت فقد جهل هذا بقول عنه سولو ساينس يعني علم سهل فاللي عنده مش الخمسه اللي عنده تنتين او ثلاثه او اربعه شو بسموه علم سهل اللي عنده اقل من اثنين هذا ليس علم يعني انا جربت شغله على نفسي وظبطت ما بقدر انصح فيها بقول لكم انا هاي جربت تجربه واحده انت بصير انصح فيها لما انا ظبطت معي وانت ظبطت معي فلان صدق معه زيدت باللعبة لذلك أنا بتلاحظ كل ليش بدك ترسم displacement velocity ولا pseudo velocity acceleration ولا pseudo acceleration فنفرض أنا قررت أن أرسم acceleration بس أنا إيش acceleration بس مصبكرة بختار هذا بدي displacement بختار هذا أنتوا متعودين أكيد في مكان تأخذوا acceleration فبحط على acceleration وباجي على هون وبعمل هيك وبقول انا بدي ديفولت بدي ديفولت ما حدا بعدين باجي على الدايركشن ولا بدي بالواي دايركشن باجي على الدامبنج انا شباب اذا خليتوا الهدول الدامبنج
موجودين قلت له بس ما فكرة سيلكت اجوين المفروض على الجد تكون سيلكت بس هي كان رقم اثنين لا اثنين العشرون لاحظ لما حطيت الزيرو شفت على شعط الشكل حتى احصل على شكل منطقه اكثر شو بعمل بروح على الداتا بشيل الزيرو بعمل ديستير اي بعمل ديستير يعني تحصل شوي بدي اضبط اكثر بزيد ايش؟ المهم بعمل ديستير احسن والله مش عمال بسوي خلينا نشيلكم عند الشغل ديليت 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 صارت البوينت 1 هذا هو الشيء اللي عمال بعطيني اياه بس عمال بعطيه عيني على ريتش عالي شو بسوي غير السكيل عندي بدي اغير السكيل اشوف كيف بدي اغير دايركشن قدامك ظبطت فريكونسي في نسب على لا على النشر القصه شو بدنا بيرن هذا هو الصح هي الشكل ايش شباب هاي اكسلريشن هذا سورس مصدر لاحظ سورس مصدر على مين يبقى رقم واحد شو اعطاك لما كان الدم قد ايش؟ اعطاك على قيمه وبعدين صار مع الوقت كل ما زاد البيريود شو يصير فيه؟ زيرو روح على الشكل لما تي جوز تو 50 لا لا استاذك لما بتكون التي الخارجية بتساوي 50 صح؟ بس هاي التي مرسومة من شباب مش الخارجية هاي التين ليش التين؟ لأنه احنا بنتحكم فيها إذا الرسم والسبكتر هذا مرسوم عندك وان شو في عندك انت تين فتين عالية جدا شو يعني تين عالية جدا؟ تين عالية جدا كأنها تقول لك التي صغيرة كتير فبتعطيك زيرو هي بتعطيك هون زيرو وان شو بتعطيك؟ البيك جراوند اكسلريشن طبعا هلا اذا انت دخلت اشياء ثانيه في الدامبي يعني تحطوا مثلا دامبي تحط اضافه ل بوينت 1 مثلا تحط بوينت 2 وقعد فاليو وتعمل ديستير بعطيك شكل بعطيك شكل ليش؟ للبوينت 1 بشكل للبوينت 2 ولاحظ في الرقم صارت عندك في ايش؟ اتصال ممكن بالبي 2 اقل وقص على البي فبتقدر تحصل على كل الرسوم هلا احنا بالالسنترم بنقدر نرسم رسمه سبيكترم عشان يفهم لو دخلت عليه المكسيك شو برسم؟ رسمه سبيكترم لو دخلت عليه شكل ثاني برسم هلا بالالسنترم عندك ترسمه سبيكترم بهذا الشكل رسمت هذا ورسمت هذا ورسمت هذا بقدر انا اعمل انفلوب شو بقدر اعمل انا؟ انفلوب واحتمل هذا رسمه سبيكترم ليش؟ للكل هلا لما رسمت هذا الانفلوب انا معناته اي سلاسل تحصل شبيهه بالسلاسل اللي انا حليت عليها انا بصمم المشكله هذا شباب بنسميه ريسبونس ريسبونس سبيكترم وش بيمثل؟ بيمثل الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور بيمثل الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور بعلم السلاسل اذا بعلم السلاسل بنسميه احنا ايش؟ دايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور الاسبوع القادم بدنا نحاول نشوف هذا ريسبونس سبيكترم كيف بتعرف في الكودر وكيف احنا ممكن نستخدمه وراح يتفاجئوا انه الشكل تقريبا مختلفش بالعالم يعني الشكل في كندا وفي امريكا وفي عدة مكان ايش تقريبا نفس يعني هلا كيف بنحسب الداتا بنتعلم حسابه وبنتعلم ندخل الريسبونس سبيكترا وبنتعلم نتحلل له فتوقع انت بتفاين تنسال عن السنترو وتنسال عن كود اي بي سي 2015 كيف بدك تعمل ريسبونس سبيكترا وتحلل يعني بتوقع انك تنسال عن التحليل الزلزالي هلا التصميم الزلزالي تحليل طبعا الوصل بايش؟ الحاسب هلا شو ضل مع الكويت؟ انا اسف اخذت 5 دقائق زيادة على فكرة انا اصلا كويس حافظ عليها نايم حدا عنده اي سؤال؟
بعد زرقنا في الخمسة فائدة. لا. نسيت. خلاص. إيش؟ حسن. لا على علامات كل واحد عارف العلامة.